خليني انتقل قبل ما توقف مع فاصل اعلاني، حكينا عن العلاقه مع القوات، مع التيار الوطني الحر، مع حزب الله، بدي احكي عن حزب الكتائب. ما كثير بدي ادخل بالتفاصيل لانه بفتكر بدها حلقه كامله، يعني اذا الواحد بده يحكي عن الكتائب كحزب، بس بدي اكتفي بسؤال: هل فعلا صار حزب الكتائب حزب ديمودي؟ هل فعلا صار حزب انت عم تضحك؟ لا بشوف شو. هل فعلا صار حزب ختيار، حزب جامد؟ اتمنوا ختيار جامد تصدر الصحف الاولى، الصفحه الاولى بكل الجرايد من جمعه لهلا. هذا بسبب اللي عملته انت؟ لا يا خيي، لانك انا طلع على بالك انا قومي سوري. لا لانك عملت هيدي الخطوه، يمكن كما بتعرف شو بده يقولوا، بده يقولوا فاذا هيدي عملتها بحثا عن عناوين ثاني نهار، بحثا عن نجوميه. يا جورج، اول مره حزب الكتائب بيتصدر للاحزاب، وقتها كيف تتصدر الصحف الاولى؟ مش بمواقفها، مش بوجودها وبحضورها. نحن عم نتصدر بوجودنا وبحضورنا وبسياستنا. تعال بس عم ينحكى، عن حزب صار ختيار، صار ديمودي، صار في يعني عم ينحكى عن بيوت كتائب عم تكون فاضيه تقريبا، عن عدد منتسبين ما عم بيزيد، عن نشاط بحاجه لتفعيل، عن اسماء كبيره تركت وما في بدائل لها. يعني وين مثلا، وين جوزيف الهاشم، وين ادمون رزق، وين رشاد سلامه، وين منير الحاج؟ يعني عن ثوره تجديديه انطلقت فيها انت وكانه مش مكمله طريقه مظبوط. جواب، وين كل هيدا؟ الاسماء اللي سميت لي اياهم تركوا الحزب من 30 سنه. لا لحلك بصراحه، من كذا سنه لهلا صرنا عاملين ثلاثه حلف يمين. اثنين بالفورم، واحد بمجمع ميشيل نور. بمجمع ميشيل نور حلف يمين 3400 كتائب. بثاني حلف يمين بالفورم حلف يمين 3700 كتائب. وبثالث حلف يمين حلف بالفورم كمان 2500 كتائب جديد. طيب هول باخر كم سنه اذا بتحسبهم مع بعضهم بيطلعوا تقريبا 8500 شاب جديد. يعني عم بينقال انه هول اولاد الكتائب، يعني اهاليهم كتائب. طيب هول اولاد، طيب بس ما في استقطاب لناس جداد. مش مظبوط. وبفتكر هذا الشيء رح يبين الله راد بالاشهر المقبله، لانه رح يكون عندنا احتفال كبير لحزب الكتائب، رح نرجع نفرجي كل الناس حزب الكتائب وين هو. احتفال بمناسبه معينه ولا كيف؟ بكره بنشوف. اها، رح يكون في احتفال كبير لحزب الكتائب، هلا بنعلن عنه بوقته الله راد هالصيفيه. رح تكون مناسبه تنشوف وين الكتائب. نعم. بعدين خليني اقول لك شغله، يلي هو ذاته يلي حكى انه الكتائب ديمودي، اعطينا صفحه اولى كامله. لو هالقد ديمودي بيعطينا صفحه اولى كامله وصفحتين جوا بقلب الجريده، اي حزب ديمودي بتعطيه هيك قيمه. بعدين كان في صورة الغلاف لإلك يعني على جريدة الأخبار، هو الصحافي غسان سعود، وكان صورة لإلك، صورة حلوة حبيتها؟ حبيت اللقطة بدي أشوف يعني. إذا أنت حبيتها، إذا أنت حبيتها أنا حبيتها. لا أنا عم بسألك لإلك يعني هذا الشيء. حلوة الصورة. حلوة. بس ما حبيت المضمون. المضمون كله هرتقة. إيش هرتقة؟ شيخ سامي، منتابع الحوار معك، بكلمتك بمجلس النواب طلبت بدولة تعددية حيادية لا مركزية. سمعنا بعض التحليلات، بعض المقالات يلي تحدثت عن ما وصفته بنوايا مبيتة عندك للترويج للفيدرالية. شو ردك؟ أنا عم بحكي عن الخروج من هالدولة التعبانة يلي عايشين فيها نحن، من هالنظام السياسي، من تركيبة الدولة يلي للأسف بعد 70-80 سنة من وجودها بفتكر أنه ما قدرت عالجت مشاكل اللبنانيين، مش بس الاجتماعية، إنما ما قدرت جمعت اللبنانيين ووحدت اللبنانيين، إنما فرقت اللبنانيين. بعد 80 سنة النظام فشل بأنه يوحد اللبنانيين، ما حين الوقت نفكر بتغييره. ويلي عم يحكي ليه لبنان اليوم منه مقسم؟ هيدي الدولة المركزية اللي عايشين فيها اليوم مش مقسمة اللبنانيين؟ اليوم بتروح على حي بيقول لك فاتوا لعنا بفترة سبعة، تتذكر؟ فترة سبع أيار؟ إنه فاتوا على مناطقنا وفاتوا على مناطق فلان وفاتوا على مناطق فليتين، كل واحد ناطر الثاني على الكوع. وتشنج طائفي
ما له مثيل بتاريخ لبنان. بس المطلوب كله المطلوب انه نطلع من هذا الشيء. صح. يعني المطلوب انه 100% نوصل لمطرح الطرح اللي عم نطلع من هذا المطرح هو للخروج. كيف كيف بدنا نخرج نحن من هذا من خلال هذا الطرح؟ انه هتلت شعارات او هتلت مبادئ يلي طرحناهم الدولة التعددية الحيادية لا مركزية هن يلي بيخرجوا لبنان من المستنقع يلي هو موجود. كيف؟ أول شيء الدولة التعددية هي دولة تعترف بتعددية مجتمع، مش بتحاول كل الوقت تخلي كل الناس تشبه بعضها وتحكي مثل بعضها وتفكر مثل بعضها. حين الوقت نعترف أنه بلبنان في مجموعات عايشة على الأراضي اللبنانية، كل واحدة عندها تطلعاتها عندها أفكارها، نشوف كيف بدنا نخليهم كلهم يعيشوا مع بعضهم ببلد واحد ويحسوا أنه عندهم شعور بالانتماء لوطن، مش نحاول نلغي لهم خصوصياتهم تيصير عندهم هالانتماء للوطن. خلينا أعطيك مثال سويسرا، اسمح لي بكلمتين. سويسرا فيها فرنسيين وإيطاليين وألمان ومجموعة كبيرة متعددة، كانوا عم بيتصادموا على فترة طويلة. هالدولة يلي ركبت يلي هي دولة سويسرا ما اعترفوا فيها إلا ما هي اعترفت فيهم. الدولة السويسرية اعترفت بالتعددية، عطيت لكل واحد حقه، اعترفت له بتاريخه بهويته بطريقة تفكيره. وقت هي اعترفت فيه صار هالمجموعات كلها اعترفت بدولتهم وحسوا بالشعور بالانتماء لهذه الدولة لأنه هالدولة اعترفت فيهم، مش هيك إني اعترفوا فيها. واليوم ما في سويسري بيقول لك انا سويسري الماني او سويسري فرنساوي او سويسري تلياني، بيقول لك انا سويسري. ما بيفرق بين سويسري وسويسري اخر لانه الدوله اعترفت بخصوصيته، مشان هيك هو اعترف بدولته. اليوم نحن بلبنان عم نحاول نلغي هذه التعدديه. كيف عم نحاول نلغيها؟ عم نحاول نلغيها من خلال شو؟ رح اقول لك كيف. بفرض على كل اللبنانيين كل فتره من الفترات منطق واحد. منطق شو؟ رح أعطيك يعني أعطيني مثلاً بس تنعرف. وقت كانوا المسيحيين حاكمين البلد، هلا ما يسمى بالمارونية السياسية، لا في مارونية سياسية سنية سياسية وشيعية سياسية اجوا ورا بعض. أوكي. المارونية وقت كانوا المارونية السياسية حاكم البلد حاولت تفرض على كل اللبنانيين طريقة تفكيرها، وهذا الشيء خلق فشلت أكيد فشلت، وهذا خلق ردة فعل عند المسلمين وخلت المسلمين بلبنان يتحالفوا مع الفلسطينيين تينهوا هالمارونية السياسية. بمرحلة تانية اجت ما يسمى بالسنية السياسية، كمان حاولت تفرض نمط معين صار في انقلاب عليها، وبعدين الشيعية السياسية صار في انقلاب عليها. حين الوقت ما بقى كل واحد يعتبر انه بيقدر هو يفرض قيمه ومبادئه وطريقة تفكيره على بقية اللبنانيين. هذه التعددية هي شو؟ تعددية ثقافية، تعددية اجتماعية، تعددية نحن شو تعددية شو؟ نحن بلبنان تعددية طوائف، يعني عنا تعددية ثقافية، عنا تعددية لغوية، عنا تعددية طائفية. يعني اليوم مثلا بتروح على برج حمود بتشوف مجموعة ثقافية ولغوية عندهم، بيكتبوا بعد بالأرمني، بيحكوا بالأرمني، بياكلوا أكل أرمني. طب هيدي ليش ما بدك انت تحافظ عليها وتكرسها وتحميها؟ مثل ما مثلا عندك افريقا اخرين هيدا بيعمل تقسيم، نوع من التقسيم بالنفوس. لكن يعني لما بتحس انه كانه كل بيئه عايشه لوحدها والى خصوصيتها والى طابعها الثقافي والاجتماعي وحتى الاكل والشرب واللغه، وكانها بعيده عن الاخر، بتصير تعمل حواجز نفسيه. بالعكس بدنا نقرر، أو بدنا نحكي بالتنوع أو بدنا نحكي بإلغاء التنوع. إذا بدك تحكي بالتنوع فنحن مش قصة كلمات، نحكي بالتنوع وما بنحكي بالتعددية. ما التنوع هو التعددية. بدك تحمي التنوع أو ما بدك تحمي؟ إيه بس يمكن التنوع لبنان فيه تنوع. التنوع هيك كلمة أخف، يعني تنوع ضمن إطار. ما نحن بلبنان هذا التنوع وهيدي التعددية بدك إياها. نحب نكذب على حالنا. طيب هالتنوع أو هذه التعددية بدنا نحمي التنوع، هيدي هي وقت نحكي بدولة تعددية. هي دولة بتحمي التنوع، بس هيدي التعددية شو الضمانة عندك لحتى اليوم تضل ضمن إطار انصهار وطني كامل؟ هون النقطة الأساسية. شو الضمانة إن تضل تعددية ولكن ضمن إطار مظلة وطنية ما تخلي الناس يتأصل؟ ضمانة أستاذ جورج هي الدولة اللبنانية. دولة لبنانية قوية، جيش قوي، حكومة قوية،
ولكن من ضمن هذه الدولة وتحت هذه الدولة تحت سقف هذه الدولة نفتح مجال لكل إنسان لبناني يقدر يعيش ثقافته وطريقة تفكيره ونمط عيشه مثل ما هو بيريد. هذه هي الدولة التعددية. الحيادية، شو الحيادية يعني؟ الحيادية نسبة لأي مشكلة، لأي أمر، لأي ماذا تطال هذه الحيادية؟ رح نلخصها بجملتين. كل أمر الحيادية عم نحكي بالسياسة الخارجية. نحكي حياد لبنان بالنسبة للسياسة الخارجية. كل أمر بيختلفوا عليه اللبنانيين بالداخل على شيء له علاقة بالسياسة الخارجية توقف الدولة اللبنانية على الحياد. كل أمر بيتفقوا عليه اللبنانيين بيكون في عليه إجماع لبناني ساعتها الدولة بتاخد موقف. مشان هيك اسمه حياد إيجابي، لأنه نوقف على الحياد وقتا نختلف، ولكن وقتا نتفق على أمر ما في مانع الدولة تاخد موقف فيه. مثلا القضية الفلسطينية، في لبنانيين بيختلفوا أو لبناني واحد بيختلف أنه عن أحقية القضية الفلسطينية، بالتالي ما في مانع الدولة اللبنانية تاخد موقف بما يتعلق بالقضية الفلسطينية، موقف فاعل. خليني أوصل لك أكثر الموضوع، لأنه ولكن مثلا هذا الأمر أنه هل مطلوب أنه يكون لبنان حيادي تجاه الصراع العربي الإسرائيلي؟ لا ما عم قلها. خلينا نفصلها أكثر. ما هذا عم قلها كي بالموضوع صراع الفلسطيني الإسرائيلي أو العربي الإسرائيلي، هذا موضوع إجماع بين اللبنانيين لازم الدولة تاخد موقف منه، ما في مانع تاخد موقف منه، ما رح ينعكس مشكل بالداخل. كل شيء ما بينعكس مشكل بالداخل ما في مانع ناخد فيه موقف. ولكن كل الأمور يلي بنختلف عليها بين بعضنا، صراع إيراني سعودي، صراع فرنساوي أمريكاني، صراع سوري سوري مصري أو هلا سعودي مصري مثلا، هيدا ما لازم اللبنانيين. طيب شو بده يعيش لبنان بجزيرة يعني؟ انه انت شايف انه ما يحس حاله انه مش معني بشي وانه مش مطلوب منه ياخد موقف. لبنان لازم يكون يعني معني بكل شيء. ليش سويسرا عايشة بجزيرة او أستريا عايشة بجزيرة او شو عارف، في كتير بلدان عايشين بجزيرة، في شو لوحدنا نحن حياديين، بس كل البلدان يلي بتخاف انه ينعكس خلافات الاقليمية على داخلها تاخد موقف حيادة تتحمي حالها. ايه انا بفضل نعيش بجزيرة ونحمي حالنا من ما يكون صراع عم بيصير برات حدودنا ينعكس علينا ونصفي عم نقتل بعض نحن بلبنان، مثل ما صارت ب 58، مثل ما صارت بال 75، مثل ما صارت ب 7 ايار. برايك هلا قبل ما انتقل لموضوع اللامركزية، لانه اللامركزية ورد باتفاق الطائف يعني سنة 89، وهل هيدا المقصود ولا لا؟ قبل ما انتقل للسؤال عن اللامركزية، التعددية والحيادية، برأيك في حدا رح يشاركك الحماس لهذا الموضوع؟ في حدا رح يشاركك الرأي بهذا المطلب يما حيكون كمان موضع خلاف بينك وبين الآخرين؟ ولا عنا ثلاث رؤساء، رئيس جمهورية، رئيس حكومة، ورئيس مجلس نواب، كلهم عم يحكوا بالحياد، بالنقي بالنفس عم يحكوا بالحياد ثلاثتهم. بلشوا عندنا ثلاث رؤساء، جمهوري ورئيس حكومة ورئيس مجلس. عم يحكوا بالحياد عن شو؟ عم يحكوا بالحياد الإيجابي مثل ما هلا أنا عم بشرح لك. وكنا وقت التقينا بالرئيس ميقاتي على أثر موضوع كتاب التاريخ، كتاب التاريخ، قالنا يا عم ليش ما عم تاخذوا موقف؟ قلنا له نحن موقفنا واضح وعم ناخذه كل يوم، تفضل أنت بادر، بادر كرمال هذا الموضوع يكون موضوع إجماع. وأنا أكيد إنه كل الأفرقاء السياسيين بالوضع اللي هو البلد فيه اليوم، الكل اليوم بيناسبه إنه نقر قصة الحياد الإيجابي، لأنه بيساعد كثير لتجنيب لبنان مشاكل كبيرة. اللامركزية، هل المقصود فيها لامركزية إدارية أم سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية أم تربوية أم كله سوا؟ شو المقصود بطرحك للامركزية؟ أنا بستغرب الأسئلة اللي سئلت حول هذا الموضوع، لأنه اللامركزية هي أسئلة مشروعة يعني الناس عندها واجب. خليني أقول لك، لا عم بحكي من قبل النواب، النواب مفترض يكونوا مطلعين على القانون الدستوري والى اخره. ما في شيء اسمه لا مركزيه اداريه ولا مركزيه سياسيه، في شيء اسمه لا مركزيه. ما يهمني يلي هن عم بيسموه لا مركزيه سياسيه هي فيدرالية. ما في شيء اسمه لا مركزيه سياسيه، في شيء اسمه لا مركزيه، في شيء اسمه مناطقيه، في شيء اسمه فيدرالية، في شيء اسمه كونفدرالية. اوكي. تنتقل من واحده للثانيه بعده طرق.